السلام عليكم غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير على خير، صحتكم لاباس، كلشي مزيان. المهم جيت بغيت نوضح شي حوايج، حطيت واحد الفيديو قبل وانين الخطا اللي درت انني جمعت كاع التونسيات، مي ما درتش حساب بزاف ديال الحوايج، وانني منين رجعت راسي وبديت كنستوعب الهضره فلقيت ان حاشا وشكون داك خيتي تونسيه، يعني الطريقه باش كتهضر بها، الاسلوب باش كيهضر بها، ما كنظنش ان توانسه يكونوا بديك الطريقه. فغيمو طيحات بينا ورداتنا انا ماشي رجال، رجالاتنا ماشي رجال، العيالات ماشي عيالات، لدرجه انها كتقول للعابين ديال الوداد سيرو سولو قولوا لماكم تقول لكم الحقيقه، واش باكم كذا واش باكم كذا. بون هذه هي اللي خلاتني نتعصب ونخرج بداك الفيديو هذاك اللي كنت حطيت قبل. ولكن انا حتى في الفيديو انا قلت ما كنعممش وما كنهضرش على كاع التوانسه وكاع التونسيات، ففريمون كاينين توانسه رجال وتونسيات عيالات والكرم وكلشي فيهم والقلب الكبير، كيف ما كاينين مغاربه كرم والقلب الكبير وكلشي. فغير بغيت نوصل لها من هذا الفيديو هذا، انتيا حاشا واش تكوني تونسيه، انا ما كنظنش انك تونسيه، وانت الوحيده اللي خصك تمشي تسولي امك شكون باك وشكون امك، ويمكن راه تبنيتي مشي ارض واحده اخرى اللي هي ما كايناش. فالطريقه باش كتهضري بها وكتجيب ديال المغاربه وكتجيب ديال المغربيات وكتجيب ديال الاصول ديال المغاربه وكتجيب الاصول ديال المغربيات، كنقول لك انك راكي غلطه وبزاف، حيت الا جيتي للمغرب اكيد تبدلي الراي ديالك، ولكن حنا ما عندناش الشرف انا وحده بحالك تدخل لبلادنا وتدخل المغرب ديالنا ما عرفتش بغيت نهضر، ما بغيتش نجبد بزاف ديال الحوايج ديال الداخل. كتقولي حنايا عندنا، حنايا عبيد اختي، حنا عبيد الحمد لله يا ربي، عاش سيدنا، عاش الاسره العلويه، عايشين بخير مزيانين مرتاحين، كلشي مزيان الحمد لله يا ربي. مي باش تجبدينا اختي راه ما نقدروش، راه ما نسمحولكش، راه ما تقديش علينا، راه ما تقديش على المغربيات، راه ما تقديش على المغاربه، راه باش تجي شتي انت هي باغا الفتنه، وحنا ما غاديش نصنعوا الفتنه، حيت المغرب وتونس والجزائر والدول العربيه كاملين خوا، راه ما غاديش كل العداوه، واخا تجي انت تبغي ديري العداوه، واخا تجي انت تبغي تجبدي وديري المشاكل باش هكا يكونوا نوليو كنكرهوا بعضياتنا، المغرب كتكره تونس وتونس كتكره المغرب، هذيك راه كتبقى غير كره، ما كاينش شي حاجه اخرى. مي كيبقى المحبه اللي في قلوبنا، كيبقى حنا كنموتوا على الناس تونس، الا جات بيناتنا كره راه ما كاينش، راه ما عمرنا ما غادي نكرهوا الناس ديال تونس، حيت وحده حتاله بحالك، حيت مسخه بحالك، حيت وحده ما كتصبنش حتى كيلوطها بحالك، غادي تجي وتبغي دير لنا الفتنه في بلادنا، اكيد راه ما عمرها ما تكون. وحنا كنموتوا على الناس تونس وكنحماقوا على الناس تونس، وانت حرام تكوني الناس تونس، انت حرام تهزي باسبور فيه تونس، حرام تهزي لاكارت ناسيونال فيها تونس، والله الا حرام 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 غير محرم. انت يا نورمالمون في تونس خصك تترجمي، حيت بهذه الطريقه راكي باغا غير فبالطريقه اللي كتهضروا نتوما فريمون توشاتنا حنا المغاربه، توشاتنا بزاف، ماشي نتوما، انتيا توشاتنا بزاف. ولكن عرفتي علاش توشاتنا؟ لحقاش غير ما بغيتش نستوعبوا كيفاش وحده تونسيه كتهضر على المغاربه بهذه الطريقه، يعني وحنا ما جابديش التوانس، حنا ما هضرناش عليهم، صافي هذيك راه كتبقى كره، يعني شي حاجه هذيك راه غير لعب، كره راه لعبه صافي، ماشي شي حاجه اللي غادي ينوض الانسان وتبقى تسبي في العرض المغاربه وتسبي في بزاف د الحوايج، وداك الشيء كامل مطبق عليك، يعني مادام كتسبي وكتهضري بداك الطريقه الا وانه مطبق عليك حرفيا. كتقولي قلتي لهم احنا معروفين بالشيشه، لا اختي احنا معروفين بالشيشه، المغرب معروف بالكرم، معروف بالطيبوبه، معروف بالسياحه، معروف بالمناطق الجبليه، معروف بزاف ديال الحوايج اللي معروف بها المغرب، ومعروف بالدين الاسلام اللي احنا طبقينه واحد تلو الاخر. منتيا اول حاجه سير صوبي غير سنانك، بعد سنانك خصهم يتصاوبوا اللي راهم باينين مشوهين، انت كتهضري وهو كيطلع للفوق ويهبط لتحت، فالله يكون معاك من جهتنا ومن جهه المغاربه، وراه ما غاديش توصلي داك الشيء اللي بغيتي تكرهي التوانسه في المغاربه وبغيتي تكرهي المغاربه في التوانسه، راه ما عمرك ما غتوصلي لها. الحمد لله وعلى كل حال افيك بليزير راكي مريضه نفسانيه، الله يشافيك، سيري الدواي وسيري للطبيب. ومره اخرى ملي تبغي تجبدي المغاربه خصك تشلي اللي فمك 700 الف مليون خطره عاد باش تهضري عليهم،
اوكي حبيبه. وبغيت نقول للتوانسه كاملين كنموت عليكم كنحماق عليكم، وحنايا خاوه خاوه راه ما كاين لا شكون العداوه، وهذيك راه ما تشرفكمش تكونوا تكون وحده من التوانسه لحقاش الطريقه باش كتهضر. نتاع وحده نتاع كباريات، نتاع وحده اللي ما مربياش في الخير، نتاع وحده اللي ما مأدباش وما مربياش، واللي هي علم الله منين جايه ومحال واش عندها اب ولا ام. لذلك كنطلب السماحه من التوانسه، وبغيت نقول لكم راها غير كره، هذيك راه ماشي شي حاجه، يعني غير كره. لا داعي نديروا نكرهوا المغاربه ولا تكرهوا التوانسه، راه والله ما راه في التالي كاملين غنتحشوا راه وحده، ما تهمناش، ما خصناش يكون في قلوبنا البغض والكره والحقد. هذا مكان الغزاله ديالي، وراكي بغيتي ديري الفتنه مي للاسف ما راخرلكش، ما خديتيش داكشي اللي بغيتي، باش ما وصلتيش لداكشي اللي بغيتي بهذا المنطق، ما وصلتيش داكشي اللي بغيتي، حيت رغم غادي رغم ياخذوا هما الكاس ولا ناخذوا حنايا الكاس، فرحنا غنبقاو ناس وحدين، يعني دوله وحده. الحمد لله رحنا يد في يد، ما غاديش نبقاو كنهضروا بزاف ونطولوا في هذا الموضوع ونعطيو اكثر من الحد ديالو. هذاك الشيء اللي كاين البنات، هذه بغات تكره المغاربه في توانسه، وبغات التوانسه يكرهوا المغاربه. ما عرفتش شنو هو الهدف ديالها من داكشي، شنو هو المقصود ديالها من داكشي. الا كان عندك حب الكره، الا كانت عندك راه كتكون واحد الحاجه سميتها الروح الرياضيه، يعني الا كنتي كتبغي فريمون كتبغي بلادك كتبغي دولتك، ما غاديش ديري لها هكا وتشوهي لها السمعه ديالها وتعطي واحد الصوره خاطئه على تونس اللي كاملين مني شفناك كنعمموا تونس وحده، تونس فيك انتيا، يعني انتي كامله جامعه تونس وحده. وهذا ما كان البنات، كنتمنى ربي تكونوا فهمتوني وفهمتوا الهضره اللي كنقول وفهمتوا الموضوع فين غادي. وفي الفيديو الاول انا عممت كل شيء، ما نسيت بزاف الحوايج بقوه الغضب، واي وحده من اي دوله تهضرت عليها وتقال عليهم الكلام لدولتهم راه غتحس بهذا الشيء وغتحس بالحرقه ديال الدوله ديالهم، فهمتوا؟ يعني اي وحده البرد كي الاخر، يعني اي وحده تهضرت لها على مدينتها ولا على دولتها بالطريقه اللي هضرتها دخيتي هذه، فهي غادي تجاوب نفس الجواب.